مدينة طنجة عروس الشمال في المغرب، كانت لها النصيب الأوفر في عدد الزوار من الفنانين والرسامين العالميين الذين توافدوا على زيارتها أو استقروا فيها. مدينة طنجة بتاريخها وأساطيرها وفضاءاتها كانت مصدر وحي للعديد منهم، ومن أبرزهم الفنان والروائي والكاتب الشهير الأمريكي بول بويلز، الذي استقر في مدينة طنجة منذ عام 1947 وتوفي فيها عام 1999. منذ استقرار بول بويلز في المغرب كرس نفسه لكتابة الروايات والقصص القصيرة والموسيقى. هذه الأخيرة كانت نقطة محورية في حياته، فقد عشق نوعاً من الموسيقى في المغرب اسمها جهجوكا، بفضل مايسترو جهجوكا الفنان المغربي البشير العطار. انتقلنا إلى بيت الكاتب الأمريكي بول بولز في مدينة طنجة، وفي مدخل البناية هناك لائحة تحمل تاريخ استقرار بولز. ما تزال صور بولز معلقة على الحائط بتوقيع المصورة الأمريكية شيرين ناثنغ. وسر وجود الفنان المغربي البشير العطار في بيت بولز هو أنه يعيش في هذه الشقة بعد وفاته قبل 23 سنة، فقد كان صديقا مقربا له، وفي جعبته حكايات وأسرار عن حياته، وهو يعرف كيف أثر بول على المشاهير في الأدب والموسيقى، وكيف كان سببا في شهرة الكاتب المغربي محمد شكري صاحب رواية الخبز الحافي. هو ترجم كتاب ديال محمد شكري. لو ما كانش بول بولز ما كانش شكري يكون، هذه بلا ما يقولها تا واحد، انا عارف القصة. ولكن بول بولز من بعد انقطع على شكري، لان الحقيقة نقولوها، لان شكري بدا كيستفز بول بولز. محمد شكري ما عمره كان غادي يكون، ولكن بول بولز بقى فيه، نقولوا بالعربية الدارجة، عز عليه. 52 عاما قضاها الكاتب والروائي والمترجم الأمريكي الشهير بول بويلز في مدينة طنجة، وفي هذا البيت استقبل العديد من المشاهير العالميين في عالم الفن والموسيقى والمسرح والإنتاج، مثل جاك كيرواك وويليام بوروز. وفي هذه الغرفة وأثناء مرضه استقبل ميك جاكر المغني البريطاني في فرقة الروك البريطانية رولين ستون. كبار المشاهير كانوا يعتقدون أن بولز يعيش في رفاهية وداخل القصور في المغرب، لكنه كان يفضل بيته المتواضع والذي يطل على مباني سكنية وجبل أخضر. فقد ترك جزيرته الصغيرة تابروبان قبالة سواحل سريلانكا، والتي اقتناها عام 1952. بول بولز وخلال رحلته عبر المغرب في عام 1959 أغنى أرشيف مكتبة الكونغرس في واشنطن بتسجيل جميع أنواع الموسيقى المغربية، أولاً لحبه لموسيقى جهجوكا، وثانياً عناداً في صديقه الرسام الإنجليزي برايان جيسن، وذلك بحسب حكاية البشير العطار. بولز كان محب جهجوكا، عنده موسيقى جهجوكا النص فيها هي اللي خلاته في المغرب، كان لي يستنى، لأنه في الخمسينات بغى جاب الدعم من الكونغرس ديال أمريكا باش يسجل جهجوكا. هذا صاحبه براين جايسن اللي جاي يزوره هنا ورسام وهادي، عاونوا بول بولز وكيعاونوا وساكن حداه هنا، وزاروا جهجوكا. براين جايسن قال من بول بولز تما من يسمعوا الموسيقى، قال له أنا بغيت I love to listen this music for my life. بول بولز مشان قصر منبهي معروف مرشان كراه
وعدل ودار كل شيء، جا لجهجوكا وجاب باش يقيدك الليله الكبيره. بولبوز هذا الماتريال، مشى بدك يحط الميكروفونات. براين جيسن جاليلو قال له اش كدير؟ قال له انا غادي نسجل. قال له نو يو كانت ريكورد ذيس. قال له ما خصكش تسجل، انا ما نعطيك، ما نبغيكش تسجل. قال له علاش؟ قال له ذيس از ماي موزيك، هذه الموسيقى ديالي. بول تما انسان هو عاونو ودارو هكا بهذه الطريقه هذه تنتم. قال له انا موسيقتي ما خصكش تسجل. بول بجمع ديك الماتريال ديالو حشاه هكا وجلس. لا جلس شاف الليله كلها ديك الموسيقى تسالا وزاد حالو. انتما بول بوز ناضو سجل في المغرب كله. شو القصه كيف هادي ضد برانجز. في عام 1989 أقام صاحب مجلة فوربس العالمية مالكولم فوربس حفلة عيد ميلاده 70 في مدينة طنجة. وفي الحفلة التقى بولز بالملك المغربي محمد السادس والذي كان آنذاك وليا للعهد. وبعد الحفلة دار حديث بينه وبين البشير حول رأيه في ولي العهد آنذاك، فقال له: قلت له قل لي بول من فضلك كيف رأيتي our crown prince ولي العهد ديالنا كيفاش بان لك؟ قال لي غادي نقول لك واحد الحاجة. I see his face, his eyes. I think he's going to be the great future of Morocco. I see it in his eyes. قال لي انا كان شفت في عينه وجهه غيكون مستقبل المغرب عجيب. سبب استقرار بول في المغرب هو استجابة لنصيحة الكاتبة الأمريكية جيرترود شتاين التي تنبأت بأن ذلك الشاب في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي سيجد في طنجة ما كان يبحث عنه. فالمكان والإنسان والموسيقى كانوا سبباً في شهرته وسبباً في تأثيره على كبار الموسيقيين والكتاب العالميين. دارك واحد المقولة أن في التراث المغربي كتقول بأن الكلام كتوجد الرحبة، والرحبة هو المكان. وتنظن على أن الكتاب الكبار والفنانين اللي جاوا للمغرب أثر فيهم المكان وأثر فيهم كذلك الإنسان، وعشقوه لواحد الدرجه ديال كما كنشوفوا دابا الان. حنا كنتواجدوا في هذا المنزل اللي عنده حموله فكريه وادبيه وفنيه. ان بول بويز نهار جا للمغرب جا من اجل الموسيقى، انتقل للكتابه، بل اكثر من ذلك ان بعض الكتب ديالو اصبحت افلام، ولكنه تاثر كذلك او اثر من جانبه من خلال الترجمه. بول بويز لما هو تأثر بالمكان استطاع أنه العالم كله يجي باش يشوف بول بويز، وكذلك باش يشوف مدينة طنجة ويشوف المغرب. رحل بول بولز عام 1999 عن عمر 89 عاما. هذا الكاتب الأمريكي بروح مغربية ترك خلفه المكتبة الأدبية العالمية غنية بأفكاره، فقد تجاوز مفهوم الكاتب واستطاع أن يجمع بين الكتابة والتأليف والموسيقى وتدوين الحكايات الشفهية والإثنوغرافية، وأن يحافظ على سر قوته وهي البساطة.